استكمالاً لما بدأناه من برنامج قصة مقاتل، أتحدث اليوم عن قصة إنسانية مختلفة يرويها لنا أحد أبطال التحرير. السلام عليكم سيدي، ما هي المواقف التي بقيت عالقة في أذهانكم أيام تحرير الرمادي والموصل كونك آمراً للواء 36 في الفرقة المدرعة 9؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا، صدق الله العظيم. بالنسبة لسؤالك، المواقف اللي شفناها في معارك الموصل، ما أكثرها فيما يخص المواقف العسكرية والمواقف الإنسانية. كوننا دخل اللوائي أكثر من 77 معركة في الموصل، بس أغلب المواقف المحرجة والصعبة جدا هي المواقف الإنسانية. سيدي، مواقف كثيرة الإنسانية التي قمتم بها. أذكر موقف في معركة المدينة القديمة، منطقة دكة بركة. أحد النازحين، جو مجموعة من النازحين، أحد النازحين قال أكو امرأة عجوز تبعد عن مكاننا اللي كنا نقاتل به في حدود 70-80 متر. الامرأة باقية بوحدها هناك، فأمنت مفرزة تمسك الأسطح وخرجت شخص واحد حتى يكون حركته سريعة وسهلة. فتحرك أحد الحماية اللي خاصة بيها، تحرك عبر من أول بيت وصارت عليه العملية سهلة، قام يدخل من بيت لبيت لأن بيها أكو موجودة فتحات. فمن طلع على الشارع على الدربونة شايلها على كتفه، والرمي وقصف هاونات، فيعني من تباع على هذا الجندي اشقد من أخلاق واشقد من شجاعة شايل هذا الجندي. شاهدنا صورا كثيرة وأنتم توزعون المواد الغذائية، كيف تؤمنون هذه المواد؟ بقت الناس متواجدة في مناطقها وما يوصلها كل شيء، وهم كان في حصار قاتل. فقدرت اتصل، وقدرنا نتصل بالمنظمات الانسانيه. كانت تجينا منظمه من منطقه الكاظميه، من منطقه الاعظميه، من اربيل، من الجانب الصديق. هذول كانوا يجون لغرض ان يساعدون، بس ما يوصلون هاي المناطق، فيها نوع من الخطوره. فكنا نوزعها على المواطنين حسب البطاقة التموينية مالتهم، اللي عنده بطاقة تموينية نعطيهم، واللي ما عنده بطاقة تموينية هم نعطيه، بس على مود أن نحقق المساواة بيننا. تقاتلون عدو لا يعترف بالقانون ولا يؤمن بالإنسانية، في ظل هذه الظروف الصعبة كيف استطعتم إخراج المدنيين؟ توجيه من القيادة، كان من الضروري جدا أن نخرج الأشخاص المدنيين، أن احنا واجبنا الأول والرئيسي هو حماية المواطن. فإذا حماية المواطن أمام عدو شرس وأمام عدو كافر يجب أن تكون تضحيات، مهما كانت التضحيات فتكون سهلة وبسيطة بالنسبة لإخراج المواطنين. وبعد القضاء على الإرهاب الذي لا يعترف بالقانون ولا يؤمن بالإنسانية، يبقى أبطال الجيش العراقي هم حماة الشعب ودرعه الحصين ضد أي اعتداء يهدد أمن واستقرار البلاد.